العظيم. شو في يا عبدو؟ شو صار؟ شو بها صالحة؟ ما صار إلك الخير يا جماعة. شلون ما صار إلك الخير؟ ليش هيك فاتت على غرفتها بهالشكلة؟ وأنا قلت لها لخالتي تحكي معها بسيرة الجواز. ايوه قعد فتلكن عليها بباب حلس منس وقلت لها لك نيالو نيالو يلي بده يتجوزك ويذوق من طبخاتك. ايه لك شو ايه؟ ما شفتلكن ياها غير أخذت هالصحون ولحشتهم بهالأرض وضلت طالعة. يوه يلا بسيطة حصل خير. فداكي خالتي أم عبدو لا تزعلي. إلهي بعت لي حمى جيت لك أحلى قمت عميتا. بعيد الشر عنك. لا أيوه تقبريني لا تدعي على حالك بعيد الشر عنك. خلاص طولي بالك. يلا رح روح شوفها أنا. إيه يلا ميمي يلا. وأنا رايحة معها. الله يرضى عليكم يلا. أي شو كفرنا يعني لما قلنا لأني يا لبي بدي يتجوزك ويدوق من طبخاتك يعني؟ إذا أنتوا كمان جايين تحكوا معي بنفس الحديث فيا ريت تتركوني بحالي. لا مو جايين نحكي معك بهالقصة. اهدي واركني ما عاد حدا يفتحها معك لهالسيرة. أختي أنا لا بدي اهدى ولا بدي اركن. أنا ما بدي اتجوز، القصة مالها بالغصب. خلص خلص مثل ما بدك، أنت اهدي وطولي بالك، الدنيا ليل بلا ما تسمعي صوتنا للجيران. بعدين خالتك أم عبدو حلفت إنها كانت عم تمزح. حتى بالمزح أنا ما بحبها لهالسيرة تنفتح معي لا من قريب ولا من بعيد. خلص ما عاد حدا يجيب لك هالسيرة على مسامعك لا من قريب ولا من بعيد. اهدي تقبريني يا روحي لأختك أنتِ.